من بورتي سواكن وشوق غريب لا راهب لا بيننا اختلاف طبع لا تراث لا مذاهب ورا اللي افترض عندنا يوم معروض زاهب ومرا البادية حاضرة توصل لي مواهب مشاهد مرا البادية داخل وخارج الوطن الحبيب رمضان كريم عليك وتصوم وتفطر على خير وينعاد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. حلقة جديدة في حضرة ضيوف جميلين وغوالي في حضرة عبد الله والدي إدريس عبد الله الشليبي ومراء البادية سعيدة أي سعادة في حضرتكم وحبابك أستاذنا والدي إدريس. مرحب بك والله إليك التحية والتقدير وعبرك لكل المشاهدين. سعيدين جدا نكون في مراء البادية وبرنامج ربنا نسأل الله له التوفيق وللعامة التوفيق وصالح الأعمال إن شاء الله. حبابكم في بطن بيتكم ضيوف وسياد هيكم قضية الواجب بلا استعداد. السامعين غناي واللي بيسمعوه بجداد قاصد كافة الناس ما قصد أفراد. حييكم جميع دون ميكروفون ومنابر تحية بانشراح قلب موسى ناين عابر قصدي كل ما كبرت لقتنا كابر مهما الدرب يروح بسلك الطريق والخابر بسلك الطريق والخابر. حبابك عبد الله الشليبي في أمراء البادية. مرحبا بك حبابك أخ محمد الطيب وحباب كل مشاهدي أمراء البادية وليكم التحية جميعا. رمضان كريم صوموا تفطروا على خير. والله سعادة أيما سعادة كونه الزول يكون حضور على برنامج أمراء البادية في 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 السنة الأولى وبرغة أساتذة بمقام أستاذنا عبد الله والدي إدريس. تحية لك ولكل المشاهدين. جزاك الله خير. حقيقة أمراء البادية لما نكون في حضرة والدي إدريس وفي حضرة الشليبي المشاهد الكريم بيكون في غاية الاستمتاع والفرح. ويا والدي إدريس أول حاجة استهلالية كده من أمراء البادية من الغوميات. مرحب بك والله يا اخونا محمد طيب التحية لك وعبرك لكل المشاهدين. اخونا الشليبي جزاك الله خير ونحن سعيدين جدا بصحبتك. ونحن الآن في وسط البادية الجميلة بخضرتها وبهلا وبغيمة وهي جزء من الوطن الكبير اللي هو بضم كل أهل السودان. التحية لهذا الوطن الكبير. الله يديك العافية. التحية لشبابنا وإخواننا في أمراء البادية. الله يديك العافية. محمد طيب وأركان حربك. الله يديك لك التحية. نحن طالما إنه الحديث عن الغوميات نبدأ بأركان السودان الأربعة من قلب الجنينة وغربنا المأهول. أحيي الدولة والناس بالعرض والطول. قبان ندي راينا ونفتح المكفول لابد الضماير تلاقي له حلول. أيوة الشرق الحبيب مدن الكبار وريافه نتمنى الايام الجايه تطوي خلافه ان شاء الله. الزول بالعقل بحرز جميع اهدافه والبيت في المثل ما بيبقى غير اطرافه. زملائنا الاكابر ومبدعين الغافي احييهم جميع قصد الحضور والمال. يا سلام. كذلك حي نهر النيل شتول وفيافي ومشوش البسف الحازم الرياف. بلد سروة ومعادن وبترجاز ونخيل غيما زي شموخ تقر وجبل توتي. سلام. الوطنية تاج والتاج لباس مكلف بدور اللي شتات الناس بلم وبولف. الفهم اللي بفرتك للهوية ويتلف بعجب العنصر المن الركب متخلف. كبير الدولة بيشيلنا وقدرنا آلاف وكان جابوا شعب الصين عليها أخفاف. عليها. لكن الفريق داير لعيبة حراف وإن جات للحكم لا بد من إنصاف. تحت مظلة الوطن اللي بغطي شتاتنا تكبر قيمة الوحدة وتزيد بينات. يقيننا يكون رفيع سقف وخيالي ثباتنا نكبر بتقاليدنا وسماع عادات. الكل يستجيب بدوره ليه وطنيته لا من بالتراضي يحقق الفينيت.
واما قلنا كل ذول ينفرد بقضيته معناته الشديد لابد راجعوا حبيبي. فعلا ادراك البعض لبعضهم مطلوب، وكل عهدا باقبل قبله عنده سلوك. المعنى بقيت ما وصل مقلوب المخلوف وقندفه والحوية تلوب. الاغدار عليه غدر العزايم تاتي، والجبال بفتكت للرياح العاتي. جارك والبلاقيك في البلد يوماتي، في الصيف ابقض الحر وضراف الشاتي. اجعل شان وشانك وان جفاك اتناسى، بالحكمة الخلافات كلها بتتواسى. المشي بالبحر لابد من غواسة، العاقل بميز والبيوت من ساسة. الأجيال بتحتاج لنسيج وصرايا، والزول وجهه ما بنشاف له غير مرايا. لابد الكبير يدي وراه الراية، قالوا الدنيا عرضة والزراعة ترايا. حق الزول يسوي البلقة منه صواب، والسواق تهمه سلامة الركاب. الراجل وغاره بين عقل وآداب، يا من حجة خصمت من دقونه وشناب. جفاك مع المجاورك والله ليك بقرابة، مثل الشال لفاس وعنافة صدر الغابة. عقول الحكمة في المجلس عليها مهابة، برضو انصنقعت لا بد من تلابة. أيوة الله. العاقل قدره ما يشكروا له الحر، ثابتا مستكين في ظله ما بينتر. بيسوي البلزة من دعت الظروف لشر، في حالة الخيار ما يبقى منه مفر. يا من فتنة كبرت من شرارة وعمت، ويا من أمر ألم ناس لناس شمت. السبحان بقيت بعد الشتات اللمت، تكون الحكمة سادت والمقصر تمت. التاريخ بورس والعمر بيتوارى، والسامع النحاس ما بتزعج النقارة. زمل القرف كوكلت والمسافة حرارة، بنعرف الخريف من بدية الشوقارة. العاقل بحل بحكمته وبفعاله، بالذات الأيام دي الدولة محتاجاله. شوفنا اللي بيمشي حافي والبتل بين عالو، العارف الطريق بطوي المسافات قال. الله العارف الطريق يديك العافية. الله يديك العافية والجدرين. نفس الحرة دايما للعوج عوافة، والحر قول عينا للعتر شوافة. لا توافق البزن كل الجروح تشافة، الضاب اللي بيقول جرح الغلاب بدعافة. شليبي رضينا البيت مع الناس دون يقين جواه. اي ضعيف البنسى واجباته بباري هواه. اي سمح العقل بعقل قلبه فوق تقواه، وكعب اللي بيعمل الشيء عشان فلان سواه. يا مال البيت حياء مو زخرفات، والوان وزيد الكل مراجل والخلاف وهوان. سقف الجود مباشره موضه بحيوان، وتاج العز زهل ساعد الظروف اخوان. الله يفعل رخيص الروح مع البيت زل عنده غرام، وعاقل قلبه وين ما يحل بلاقي كرام. سلوك الدعوة في بعض العيون جرام، وقلنا وقالوا في فخ الرجولة حرام. الله حرام حجر المربكة ربطوله تنشين، ببردر بالجنة مثل السكة محتاج خبرة. كسر الخوة حارا جمرة، لكن عبرة جرح الأقربين كضب اللي بيقول الربنا. في المي دايما ليزول قدر ما عيلة نزله، يا صاحب الرفاقة مع الأيام من عزل من عزل. الحاسبك ضراع وليك جهد وبزل، إن ساحت الشدايد والمحن لا تخزل. الله لا تخزل الجود فطرة، مو شوفوني كيف بتحلف، والشين يبقى شين لو بالسماح تغلف. أيوة الله الكي خبرة مو تشبه الضرورة مخلف، والغنى البسيط أفضل من اللي بتكلف. الله يحفظك من اللي بتكلف. أخوك إن كان عدوك من الدرك بيشفق لك الحق، الما بهز وساعدك لومني كان دفق لك. نصيحة أخيرة، لو ضل النعم رافق لك بيحسر واد قروشك واشري سر واد عقلك. الله يرسلك كتار البصهر ونغاز، وقت يشوفوك برا وقلال اللي بيفزعوك كان شافوا دربك حر. زي حب القمح كان ريح قواسيك جرة، صافيهم بفضل والخفيف بالضرر. كسر الدنيا لو مادة وقرش بتجبر، الغنى تمتلك سرود عقل بتدبر. الحور قالوا شان عز النفس بتصبر، والفي طبع ناقص بيفتري وبتكبر. الله يبارك. نفس الحرة دايما للعوج عوافة، والحر قول وعينا للعتر شوافة. لا توافق البزين كل الجروح تتشافى، الضاب اللي بيقول جرح القريب بدعافة. غناك لا تخلي غايتك منه تسمع بشر. أيوة غن للفكرة مو لناس يبيعوا بشر.
حصيه ابشر بالخير والله. ابشر بالخير غربال، الغيم بينفض وناك من قشر، والما بيرضي بيتك للخلق ما تنشر. ما تنشر زي ما الشم بتشرق وتستعير ليه الطيحة، بكره ارواحنا بتغيب عشان تلاقي الصيحه. ايوه واجب الناس عليك ستره وتضاري قبيحه، واجب الدين عباده او ده الطريق نصيحه، بتحدى اللي بيقول قلت ليه زينا ما في صح، بنجيد وبنقول للي بيجيد عوافي عوافي، لكن شفنا في الزايل مثقيل انطافي، ناس بتغيم الناس بالقريش يا كافي. الله يا كافي، مواقفه هي اللي بتكشف اللي بيقلد ورق وسمح العاش راجل باب قبيح ما طرق ما طرق. ظروف الدنيا قل لي من حياتنا تفرق، وما بتكسر ذراع جاب النجاح بعرق. جيلا ما استفاد من القديم مو جيل مو جيل، حيلا ما رفع حمل الضعيف مو حين مو حين، عالم ساس قايم بالنفاق ما في شيء نضمن بيلتمس ارض البشر مو هين مو هين. المدن التلاوي الروح عشان تدنى ليها قلبنا طبع الريف ما تمدنى وما تمدنى، وين ما فوق نشت لا تطمع تدنى، لما نغلت نشيرها ولا القبيح ديدنا، وروحنا الغربة وين ما بين لهب تطويها تنطفي بالإرادة وبالتغن داويها، إيدنا دون غرور دم الحلال راويها، لا بتضرب ولية ولا العدم بلويها. سماحك شين وحكمي قجور، وما بخشينا لا نخفاف ولا نضعف نفوس ترشين ترشين، يوم جلتيبنا يا زايل الدروب كشينا ليك، ركزنا فوق كتف الرفيق ومشينا بشير بالخير. قدر ما لاحقت الايام علينا ضروسه، ما لقتنا الهشاش العود ونخر السوسه، احنا صفاتنا للداير كتابه وكوسه، ان صفوانا سكر وفي عكرنا بسوسه، ان صفوانا سكر وفي عكرنا بسوسه. الله يديك العافيه يا اخي الشليم، لك التحيه والتقدير يا اخي. الله يديك العافيه يا اخي استاذنا ولد ادريس، اغنى الذهب أول حاجة تلاقينا كثير في الخلق، وكانت لنا أيام سمحة وجميلة، والخلق ذاته مرات الندى ومادة أقلها كده يزول بشيل منه فكرة وعدل راي. غني الذهب بيقول الخلق بدي، لكن الذهب محروس وروس مشت التريع وانهدم فوق روس، اللي كانوا ندر في القتال ودروس يقولك نعام وبتمتر أيام. طبعا دنس عني منها مجرفة. يلا يجزاه خير كون الشليبي يا اخي، والله لك التحيه، غنى جميل ذكرت فيه قيم جميله تشبه الناس كلهم، التحيه لكل المشاهدين ولاخواننا خلف الكاميرات. الله يديك الطيب، التحيه لك ولامراء الباديه، وفعلا الذهب فيه قيم، رغم فيه مصالح فيه قيم كثيره وفيه حاجات كثيره بتواجه فيه، وهي ثروة من ثروات السودان المشتتة في الخلق، صحيح فيها معاناة وفيها مكاسب لكن فيها ونسة كثيرة بالخير. دي لها الثروة ذكرتها، دي من ضمن الحجر قال ان جاب حبتين وثلاثة نتراجف تقول حبتين في البحر، مرسومة كاملة كذي في رحلة الشمال اسمها، الليل اصبحنا شايلين الصليل في صدورنا مندرجين على الصحراء وساعة مرن، ما بالفتنة كوراك من الدظهورنا، تقول السيسي من الشد الشديد في حضورنا. يا سلام، فتنا العرض كارفين الهبوب لا سافي كذي، الفوف داوي والسلق المرفع جاف، ناسينا شامة بالحيل والمزاج مو قافل، البال هادي والصيب المناجم حافي. ايوه والله يا سلام، درب ماركة قبال الزلط ما يودي، كان بيمشوه بعقبة والثلاثين شد الشارع ده زمان، خبر قلبي اللي بنشوفه في شهر كامل يعني، وهسه بيجي ما شاء الله اسابيع ما شاء الله، يوم واحد واليوم الثاني تاني درب ماركة قبال الزلط ما يودي، كان بيمشوه بعقبه وثلاثين شد، الفلس القبيل في راسه راي وتحدي، امست فوق سفاية مصر من قد. يا سلام، اتمر برسي توتال وشباح الريع، مرح فوق الياباني الاصل مو تجميع، العقبة اللي فيها كان روسهم كبار بتضيع، زي ما طيعوا الناس الجبل بتطيع، عبر منها الخناق صعيد بالصاور، كما ما كرفس الشرياني ما بتتناور، الصي حد ما نقول اما حق بتباور، حفتر من حدب والسيسي ما بتحاور، ديك الكفرة زاوية والمثلث سارة، حلفت يامنة ويرقين قريب مشوار،
القلعة المكندي وبالغرود حجارة خبطوها الجماعة والزعزع واستغرار. أبو سنبل صباح مش هاد وقال الجيبي وغرب رقيم مغيب بلد الزعيم الليبي معاي حوى النجاب مكملين الطيبي ما بعدم كمان عدادنا من المصيبة. الله يجاهد الصحراء كنوزا دافنا الغراد شققناها مجموعات ومرة أفراد قبل مر عن النعام وتيت للشراد والآن فيها دراب اللسات كراد جوجل وفر الخبرة وقدل سيفايف خبيرا يودي لي بلدا قبل مو شايف حتى المال خانات السبات ووظايفه يلاقيك بتحفظ وبرضه خايفك وخايف الجيب اللي بيدلك سهم وين ما تقوم لا قصد المعالم ولا اشتغل بنجوم الكوني بساند قلته مردوم كم لله خامش الريع وشان نهجوم لباعا مسوي مع مصر تطبيع سفينة هيلمة ليبيا الخلاها وسيع قبال المناجم ولجنة التوزيع كانت البرلمان في الصحراء والتشريع صانع إحداث كتار نفارة الحاسوس لكن الليام بتبين المسوس العقرب خبيرا بالفيافي بدوس استسلم علوها وفرتك الكدوس قلب الصحراء بتعطش تقول مسكوم عدلوا يا الرمال مو شوارع الخرطوم الله يعدل بيطردوا التقيل وبرملوا المحزون بيجيب الكف ومانعوا في الحجر ملغون شلاع المنع للدس لا سيرات بفج الرملة والعجب ان العتامير جات حين ما يكوش الصندوق علو جنبات واتعب الهويد ان انفتن في وطات الله يعدل في الحد اللي بخطوله البرامير راية امسى منزل الكلات خيام وتواية إشارات قبيل لمح لهم في غناية قصد العجنة والصخر الجزور هقواية سابتة وطايرة وردية وكماج وشرايح أيها. دي لغة المناجم من ضجيج ونوايا والرداخ شاكوش بيجيب الرايح محتمدين غوانين كتار ولوايا كان شفت البلام والكهرباء الفراس مدن متحركة وعمدان جباها الناس كان غار المحيف باندفاع وحماس تقول دقاه بركان في العلو والساس وفي لغزين كبار ما لقيت لهم تفسير جن حين الوطه والتاني بير في بير هناك عيدان هوا وفي فواصل بتطير ما شفنا ان حارس بيطبقوا له وزير والبير فيها مية عود والعود معاه عيدان وان صدقت معاك بترجح الميزان كم ما تبقى زي حاطمة الطاية زمان يلاقيك انتقاد ويتوهدوك لسان وفي الفية الملق بروحة بالكوماج ديل انجاوروك بترابع على اللجاج الله بترابع على اللجاج الناقر البيج زي ماركة السجاجة في دي الناس وناس متغبرنين وزهاجة الله. وناس الانتنوف برضو شواك للبير زيك للسمك لبعضه في التنير الله يعزيز وما تنسى الزرع دنميته للتفجير بعجبه تفرتك الجبل المنيع وكبير أحكام كتار بواقع التنغيب الزاد بالتعاون والنوايا حليب الله النوايا حليب رغم الصي خلو متغبرنين النيب التور باقي للناس الغنم والضيق يا سلام للصي الصبيا والكوكلة تحوم وكان لاقاك داود في الذهب ما تلوم الفيل بورصة سينير وأغلبية سهومه متابنا الجبل آلات تداوي هجوم الخلا بدي لكن الذهب محروس روس مشت التريا وانهدم فوق روس اللي كانوا ندر في القتال ودروس بقولك نعام وقت انتر الجاموس الحجر بقيت جاب حبتين وثلاثة نتراجف تقول هدينا في البعاد الله يا صحيح من صدر الخريف لا من نهينا الشاتي ما خلينا صنقور والله جبل انعاتي مرات بالجهاز البقلع المدفونة ومرات القداية ومنها الطاحونة والفنا العجاج زي الفل القهبونه ناس رجعت تكمبل وناس مشت مغبونه مرات الجماعه مكرمين وطرابه ومرات بالهويد متغبرنين تلابه مره اللاوي في طبق تقول هبابه مرات فوق خليه موقفين دكنابه ومرات الحظوظ متفنجري وميسوره وكم من سفره طلعت هيلمه وماسوره النقع الزمان مرع النعام ومشوره شوف فيه الهواتف وشفت ميدان كوره قبال المدورة داير شوح وخبير ولا بتنشق برم صدرا ملان قسطير المالك مقوت الدابة والبطير ساهل عنده خلق الدنيا والتغيير الخير عن غنيا في ضماه شحاح
وكان فضله بيكمل كم الف الله. يقينا الباقي لروسنا وصدورنا سلاح من سويه في كل العقد مفتاح. وفي العودة قلت الليل اصبحنا خاطين البلد في روسنا. الله الله. صارت مثل زمل الرسالة دروسنا. ايه. الداير خبرنا ومستهم بجلوسنا يا عنان المداير في الهويد ماركوس. يا سلام. يا سلام. الله يديك العافية. الشيء ده بدا اول حاجة انا داير اسوقه معي رحلة الذهب. لو مناسبة غناك ده سمع انه رحلة بتجي كذي ورحلة بتجي كذي احتمال ما يقول لي يا زول انا ماني معي. منتظرك كذي. الله يديك العافية. على الخير يتمنى الرحلة الناجحة ان شاء الله. اخونا الشليبي نديك راحتك نسمع شنو. تحيه استاذنا عبد الله مدرسة وانا بعد مسؤولية بعد استاذنا. الله يكرمك كلامك. وقالوا الدنيا مدرسة للبشر بتقرب. اي بالحيل. واصناف الرفيق ليه هالايام بتورب. الله. نوع بيدم تراب الخوة ليه وتري وانواع تزرع اللخفك ترابا يضرب. وكل الناس دي في دنيا البشر دول راس نوح كالنار ونوع بيفدي ريشي الراس. ايوه الحين كثير الضل شايف روحه مقطوع راس وانا يا عز رفاقه ملوك وهل في الراس. يا سلام ابشر والله. قول يا جود وقول يا عز وودي وجيب وقول اصحاب محل ما تحل تخلف طيب. قول يا فرسه قول يا ناس بتنفى جيب وقول اخوانك امال فوق قول لي عيب. كراما عادوا للتاريخ كرم ناس طيب. وحكم يشكك الزول انه لغمان حي. حي. فراسه وعزه راي ومروع عوس مونيس مجتمع ديل اخواني بين الحي. رفيق المرجل ان نلقاه زي ما عدنا تبعد روحنا كان غير سبة منه بعدنا. سعادة اخونا يا ابو الهند ياها سعدنا للموجودة بين الصبق اللي جيها بعدنا. شكرت الراجل ابو الهند ميجي الباب شكرت الراجل انزع في العواصم وهاب. أي. ايه بالراجل الضيف داك تاقي الباب ايه بالراجل الناس تشكر الكذاب. كثير قلنا للناس هم سندنا القوي خيب وظننا ومرقوا الهشاش ينضو. نوع التلقى بيضح فالضعاف متقوي مو زور راي ولو زول شورى فكر مخول. اخويا الهندي بكره زمرة العاصين سكوت كالعادة وان قال لك حديث ورسيم. كريم ديوان مو دام من الخاصين مسيح وسيع تقول ضيفان وشعب الصين. يا سلام. كثير شقيت وشقت حال وسيع اخطاي وحكمي رشيد بعايل للامور براي. ايه. غناحتي اللي عندي لا زالت تبين في غنى بشر في الدنيا مو سوداني مسكين ساي. والله مسكين ساي. مقنح كاشفة لان اباه موته بليا. ايه. سادة غدرنا بدر الكون يشوفوا عليا. عادا هين عيننا البي بشر ميمة لي ما بنرميها الا نشوف كبير ولي. روحنا المولى من تال القبيح علاها كفنا ضرب كم فقرت لوب دلاه. عيننا الما بكت غير خشة من مولاها زر الكون ده بيه جباله ما بملاه. يا سلام. يا سلام. سجلنا زاهي من تال زل ناصع در مانا صحابة الا خلقنا للناس غرة. نموت ان شاء الله كان تفينا من لوك مرة من قص فاهنا كان ردت قبيح لي حرة. قبا حميتها وقت تبقوا الرجال في حوب. ايه. سامحين شدة فوق ظهر الطول بادو هيفتن فينا قول لي السال وريشات دوبة بالتوكام وكان شافتنا تعدل توبة. فخر عز قول لي مهيرة ما هو جناس فخر سوداني عزة نفسه عنده أساس. أبشر, أبشر بالخير. أبشر بالخير. فخر ودبادية في بحور الكلوهات غاص فخر إنسان. فخر إنسان وعنده الناس جميع الناس وفخر إنسان وشايف الناس جميع الناس. الله يديك العافية يا شباب يا أخي ومتعك الله بالصحة والسلامة. ويا ودي إدريس الشليبي حساباته ودي إدريس دخلنا من الغزل لكن مرة البادية ده المشاهد الكريم ده ضروري يسمع أي حاجة من جوبه ومن طلبه. ف يقول كل ما اشوف لي دهر ابرين وبرق يلف تراح الجنان وصابته كل يلف قنديل دنقل الفوق الكياج بنف بني الباع باري في طريقتي. التحية ليك عبرك لجميع المشاهدين. التحية لبرنامج مرة البادية. والله فعلا نحن الغزل يمكن يكون نصيبنا فيه بيه حاجات عابرة كذي. الشيء الثاني
لكن طالما انه دوهمنا به في المجلس ده انا كنت دار الحقله تمشي كلها في سياقها. يا سلام. زي ما الكلام اللي قال اخونا الشليبي لكن ناخذ منه طوافر طوافر غزل. وقد تشوف الحياه ذاتها لما تكون معك مكترس لها كثير بحفظها بتفلت منك او من ما بتكون عايش بتبقى زي الكراويش في الدكان. لكن والله هو يفترض يفترض كمان يعني حنفتش الرفوف كده من هنا ومن هناك. الله يديك العافيه. رفوف التدريس ما يرفع. شيبا دب جروس والدقون عماها هزم الريد وناقصة الكبر تما. يعني انت ضروري تجيب خبر الكبر ده؟ المنجيه تضالين البليل وماها منا نزاع طارشة المراح لما. الله يقمعها. قعدنا مع الكبر بالحيل بقالنا عنيد. هبشنا الشيب قال لنا سيد محل مو بعيد. هذيك لقينا برا اليقين ما بينفع اي صعيد انتهت الاجازة وكنصل التمديد. سفارات كتار خفضت غمم تمثيلها قست الجودلية الماسكة قاعدة تجيب. الشورى اللي قعدنا نخطها ونشيلها حسيسا باقي هاجس وما نزعنا فتيل. الراسية المكملة بالجمال لا قدامها قدلت فوق ضيوفها وباللخص عمام. عقل لها منطمح كتير عشامها لابسها مثل ما تلعبس بسوم من غرام. سلام. تقيلت لها فرطات الجمال بن صاعن منا هم مجلس روس أكابر زاعن. سماح صافي اللكيك والبلجداول تاعن قاد لابل عليها مال جراري ضاعن. حشيمة كلما نظمت سغين اسماعن تجرجر في الزمن ما استعجلت لوداعنا. كما الحظ قدم والشيب مقصر باعنا كيف دي عليها من كرس جميع ابداعنا. يا سلام. معاي ناس النجاط باقي ولصاص بالحيل مزارعي تنقدام في تعز للقنديل. الله يقدها. كم حواجز الوغرز ذكرناك بيه القبال في الصدف ما مندي صدر الخيل. وفي طرفة لا تخلو من الغزل مجد تقول له عن نافية القوندا في بانت والله لحقت موكب الغزال. الفوقزام اللي بيسعل والبدور حافي حسبها للرب وقالوا الركايز ما معقول لا جرايد لا خبر في الساحة دي عين السواد والله فينا جلاح. اللي غيرها ما خلت مجال ومساحة كان جابونا تاجوج فرقها بالضاح. الله يعوجها. اخلاقها وزكاها وعفتها وادابها ديال جاب لها العين والسبب في غياب. قبل الدنيا ما تكشر شوية نيابة كم عاقدين مجالس واجتماع بأسباب. عندها مجلس الندم ومحاكم الكيف قبال تدخل المكتب بيجيك الهيف. مربوع تتابر ورادمها العليف فيها تغريد القمر وعيون الديف. تعب قدام كتار ومجردالها وظايف تعب قدام تلوب ومجردالها وظايف بتذكرني حكم الليبي وايام نايف. كان جات لابسه منقوشه وحرير الطايف بيستسلم لها المن الاسد مو خايف. سلام. ثقيله وشانها ليها عبد الجرام ما السحل عندها عاقل الناس كان قاعد بيتجهل. سواد حدق العيون والفوق تناها تبهل فاصل وجيج خدودا زول هنا بيتمهل. اصله سماحها لا بيقدم ولا بيتجزى والمبنى المثبت ساسه ما بينهزة. لتيبا صادف الرمشي وقندل وقزة والله الاربش السمعة الكورك وفزة. الساعة الجماعة مربطين الروس أيه. اكيد متقريفين والعنده قدرة بكوس. قلبي الحليف ينشحدي والجاموس الصيد قالوا مرعي والذهب محروس. السعال كتير لاف والدواوير حايم والناس بالخبر باقي لي قاعدي وقايم. المكسوم ضميره وفي المكلق عايم عارف السلطه مرحله والحياه ما دايم. الله يفعل. الكراكه مفروض تستشير جمهور اي قبال تطرح الخرطه وتشلح سور. الله يعوي. كان منحدد السهم ونرتب امورها لكن القوانين نحترم دستور. تنظيم الميادين والشوارع هام لكن المثل قال للضروره احكام. ايوه. اللي بيشيلوا مصلحه والله صالح عان يقول لي نازو في داحت الكريم وسلام. الله يبارك. بتبينهم رزق مهما خبت الاغدار. و
واللابس اليقين بيتحمل اي ودار. ايه الشاق الهويد مفروض يسوق له حدار الصيب ينحدب والنيب يصود لنا. ايوه والله النيب يصود لنا الله يبارك. من هنا وهناك في الغزل الرباعيه ذكرتها قبيل الا ما اشوف لدهر بريم وبرقني رف اطراح الجناني وسابت كله يلف بندل دنقل الفوق الكياج بنف بدن الباع وبارع في تريتي يصير. اخونا الشليبي ختاما نحن على مشارف انتهاء الحلقه نسمع من الغزل المعروف لدى الشليبي يعني. طيب السفن الغافيه وين ما بين النظم ودتنا. ايه فوق النرس الا نعزهن عادتنا بالحيل وش الحره حتى نفسنا تحدتنا ما من نظر لك نصبح محل سيدتنا. يا سلام وين ما بالقصيد فوق اللراي الجبنة من تال القبيحة دب النفس بحجبنا عليه دون غرور العزة هن واجبنا بنقول الحديث اللي بيعجبهم بعجبنا اسمك وسر لغانا ووصفك التفصيل كان جابن غناي أرجوك لا سامحي الغنى العلي صفة الخجل بتخيلي كان ما جاك ملفح بالوغار مهيل مهيل اللغة والحروف وتجليات الغافية في عالم محاسنك للوصف ميكافي أنا يليك مشاعري بتقطع النار حافية ودبادية وبسيطة ومهذبة جغرافي. يا سلام وصفك درب وين ما أقول جيت وبهني دونك بلقى عرش المستحيل يا بهن وناي عليك لو ما بين الأدب نبهني لا تضاري مني ولا حياك بشبهني. يا سلام تأويل الغياب والآتية لو بدريبة كنت دخرت قربك ليه عجاف الغيب يا الخدك لبس توب الشمس في الغيب حالي بلاك زادت فوق مصيبتي مصيبة سماكي بعيد ولي الدائر يوصلك ما هنت قمرة وزايدة فوق دورينها كم مين سنت أصل العالمين كم من تراب بس انت زنبدرة حليب قالوا لها كوني فكنت زهرات النراجس ملمسة وترطيبة في خديك جميحة وبين صناياك طيبة جبينك لؤلؤي وشوفتك سعادة رحيبة لهجي فيه لغة البادية حاجة عجيبة حاجة عجيبة تشرق طلة تعزفي بالكلام جيتارة تنظري نظرة تدي إحساس تتارة تتارة تقولي سلام وتخفضي ثم تكحلي تارة قبل انتوه تقيف لغة الوصف محتار. يا سلام قلت سلام ونغمك كان ملايكي وهادي به وتبدل إحساس الحزن إلى سعادة الحياة بان غروب وخدك المتنادي راسم لو حتبدع زاد جمال مو عاد مو عاد همست جملة والسبابة بين شفتيها همست جملة والسبابة بين شفتيها لونها مع الغروب لونها مع الخجل توب الحياة مغطيها رعشت جيدة قافت فجأة دفتتيها مطلوقة يمين قام مرشدة تاتيها قلت لها ليكي وين ما غناي طريق ونشك تظلتي إياكي حاجتي فيها ما لي حق زرف الدمعة والخد بان تبيدي اندك تقول حصبة وغشاها الضو وقالت بق يا سلام مع الوصافة عجزت القصيد وبصارت محتار والصبر حتحد من نوارته الوجع اللي بعقد في الشرايين فارته في بعض المواقف بستلز بمرارته فيك غافيتي يوم ما قلت تجيت تصويرة ترفع راية البيضة وتقاف مصير الداج البصيب لو ان السواد بالحيرة فوق طرفك رموش وعلي قفاك مسيرة متى تات الفلو العنب فرح تمرين عنغل درع القاف عنغل درع الكاس الخجل حوالين الوش زيه في الحير غناي وغرين وقمر بدرا هلا بالليلين وتام دورين جمالك نوع في كوكبنا فردة صفاتك محقا غافياتي سردة رأيتك قلت نور يكسوه بردة ولقيتك لافصة أبيض وردة وردة. يا سلام لقيتك لافصة أبيض وردة. يا سلام تحية لك أحمد تحية أستاذنا الله يديك العافية أخي تحية لك أخونا عبد الله الشليبي والتحية لك أخونا عبد الله ود إدريس والتحية لكل مشاهد المرأة البادية وحقيقة كانت حلقة في غمة الجمال والروعة حتى نلتقي في حلقة أخرى من أمراء البادية دمتم في أمان الله.
Thank you.